حفل لتخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان في العاصمة نواكشوط تشرف عليه مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني. الحفل تضمن ورشة لشرح نتائج الجولة الثانية للاستعراض الدولي الشامل لموريتانيا، تم خلالها عرض التقرير الذي قدمه وفد موريتانيا برئاسة وزير العدل إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف قبل أسابيع. إذا عادنا لهذا التقرير إعجاب المجتمع الدولي، هذا مبني على عدة أشياء. والشيء الأول هو أنه تم إعداد هذا التقرير بشيء قال التشاور بين جميع الفاعلين في ميدان حقوق الإنسان. هو تقرير وطني. مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني قال إن الحكومة الموريتانية تجاوبت مع توصيات المفوضية السامية لحقوق الإنسان وقبلت منها بشكل فوري 136 من أصل 200 توصية، فيما تعكف على دراسة التوصيات المتبقية. وقد تعاطى الوفد الرسمي الذي قدم تقريرنا برئاسة معالي وزير العدل تعاطى إيجابياً مع التوصيات للجولة الثانية من الاستعراض الدولي الشامل، وبرهنت الحكومة على نيتها الصادقة في المضي قدماً بتعزيز حقوق الإنسان من خلال قبولها الفوري ل 136 من أصل 200 توصية، وهي عاكفة على تدارس التوصيات المتبقية. تقرير الاستعراض الدولي الشامل لموريتانيا الذي أعدته لجنة فنية وزارية في الفترة ما بين 2010 و 2015 جاء بعد مساءلة موريتانيا من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول واقع حقوق الإنسان في البلاد، وأتبعت المساءلة بتوصيات تجاوبت موريتانيا مع أغلبها، فيما رفضت توصيات اعتبرتها لا تتلائم مع القيم الثقافية والدينية الموريتانية.